شكرا، شفتي بها الاستضافه الجميله. يعني شيء جميل انه لما كتلقى واحد المنبر كيوصلك وكيخليك على تواصل مع الجمهور المغربي. الاغنيه هي عباره على مزيج ما بين بعض الانغام اللي هي كتكون في العيطه وما بين واحد الايقاعات اللي هي مودرن مغربيه. الكلام كيحكي على واحد شاب، ولد شاب اللي كيطمح انه هو يمشي للضفه الاخرى ويحاول انه يعني يلقى واحد الحياه ايجابيه، يحسن الوضعيه الماديه ديالو والمعنويه. وفي الاخر كتكلل هاد المغامره انه كيشتغل عند واحد الشخص ميكانيسيان، وكتعجبو بنت الباترون ديالو، وكتخلل انه اولا كتختم هاد القصه بانه كيتزوج بها. اكيد كاينه تتم ان شاء الله لهذا الجزء الثاني هذا الكليب هذا اللي غيتصور ان شاء الله في المغرب. والعمل كان من تصوير انور المير اللي كان الاشتغال معاه مريح جدا. يعني كانت واحد الاحترافيه كبيره كيف ما غيلمس المشاهد من خلال التصويره، من خلال الالوان، من خلال المونتاج. العمل كان من كلمات وألحان محمد المغربي، غناء حاتم إدار. فهذا العمل يعني بالنسبه لي انا كيشكل واحد الخطوه ايجابيه، انه حاولت نجسد واحد الشيء اللي كيعيشه ولد الشعب، وانا اكيد كنتمي لولاد الشعب لانه اكيد انا ولد حي شعبي. فحاولت انه نجسد هذه الاشياء في واحد الصوره اللي هي دراميه فكاهيه.